طبعا دلوقتي هنا عايز ارسم حائط نوع ميتال شيت زي كده. هدخل على الريفت واقول له ان انا عايز ابدا فاميلي، اخليها كيرتن وول. كيرتن وول بانل، وابدا اختار السايز بتاعي. ممكن تحط برانتر زي ما انت عايز، لو انت عايز تقدر تتحكم فيها بشكل افضل من بره مفيش مشكله. هخلي دي مثلا 150 مثلا بالشكل ده، وابدا بقى ارسم اي شكل انا عايزه يتكرر معايا. بقول له هنا انا عايز اكستروشن، ونبدأ بقى نرسم الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن مثلا ترسم من هنا لهنا. وممكن نقول له اوفست بالمقدار مثلا 50، او خليها 20 مثلا. هدوس تاب عشان يكونوا كلهم مرة واحدة، وارسم لاين هنا. واقول له ميرور، واقول له اوكي. وبعد كده هدخل هنا واقول له خلي دوت يوصل للتوب بتاعي واربطه بيه. تمام. طيب تعال بقى نجرب. هنخش نقول له احنا عايزين مشروع جديد، نيو بروجكت اهوت. اجي هنا على وول واقول له ان انا عايز ارسم كيرتن وول. هنعدل في الخصائص بتاعتها دلوقتي، بس هحمل الفاميلي الاول. اجي هنا على الفاميلي، واقول له حملها في المشروع. طيب تعال بقى نشوفها في ال 3D. اي حتة زجاج عادية خالص. هبدأ بقى اقول له ان انا عايز ارسم الفيرتيكال جريد بتاعتي، ديستنس مثلا نخليها كل 300. تمام. وهقول له ان انا عايز الفاميلي، اقول له كرتن بانل، وهنزل لحد ما الاقي فاميلي 2 اللي انا كنت مختارها. ده الكرتن بانل بتاعتي. اوكي. ظهرت معايا بالشكل ده. تقدر ان انت تتحكم فيها، واي حاجة ترسمها بعد كده هيبدأ ياخد هو المقاسات بتاعته مظبوطة. create similar. بالشكل دوت.